هل يدخل الجنة بغير عذاب من رجحت كفة حسناته ولو كان في الكفة الأخرى شرك أصغر؟ هذا بحث فيه طول، والبحث فيه يتعلق بمسألة المغفرة. انتبه لمسألة: ما معنى ذنب مغفور وما معنى ذنب غير مغفور؟ ما رأيكم؟ ما معنى ذنب مغفور؟ الذنب المغفور هو الذي لا يدخل في الوزن، والذنب الذي لم يغفر هو الذي يدخل في الوزن. من أهل العلم من ذهب إلى أن الشرك الأصغر لا يغفر طبعا إلا بالتوبة منه، بمعنى أنه لا بد أن يدخل إيش؟ الوزن. أما مسألة الرجحان فقد ترجح حسناته على سيئاته، هذه مسألة إيش؟ أخرى. وعليه فمن عنده شرك أصغر حتى على القول بأنه لا يغفر، والصحيح خلافه، الصحيح أنه في حكم الكبائر، لكن حتى على هذا القول وذهب إليه أئمة فإنه يقال هؤلاء لا يخالفون في أنه إذا رجحت حسناته على سيئاته فإنه ماذا؟ يدخل الجنة. إذن ليس هناك تلازم بين مسألة عدم المغفرة ومسألة العذاب، انتبه لهذا.